السلام عليكم. آه اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع او نوبات الهلع. آه البعض يشعر فجأة آه بدون أي سبب، قد يكون شخص عم آه يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بإنه آه تسرع بنبضات القلب والتنفس آه مترافقة بخوف شديد إنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء. عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى. آه طبعا آه بعد ما يتم فحصه آه انه ما في شيء من الناحيه القلبيه آه غالبا انه المريض بهالحاله يكون مصاب باضطراب الهلع او او قد احيانا هي اذا كانت نوبه واحده نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. آه عاده آه نوبات الهلع ليست خطيره. المريض يعتقد انه راح يموت او راح يصل لشيء وحقيقه ما في شيء من هذا القبيل هي هي لها اسباب نفسيه وتعالج نفسيا يعني المريض عاده المرض للاسف الشديد في بعض المرضى انه قد يصل الى الى انه يجري قثره قلبيه انا شفت حالات من الشباب وصل الى درجه انه يعمل قثره قلبيه بسبب نواة الهلع يعني حتى المريض يتجنب هذه السلسلة الطويلة من الفحوصات والارباك الشديد اللي بتسببه النوبة على حياته يجب عليه التوجه فورا إلى الطبيب النفسي. لأن الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له إعاقة هو دائما خايف أنه النوبة تصير له بالطريق أو بأي مكان فعادة هو بيصير مقادر يروح على أي مكان إلا يكون عنده مرافق من من الاصدقاء ومن الاهل، ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقه اللي رح لها نوبات الهلع. انا ارجع اطمن الاهل او هي عاده تصيب الشباب حقيقه يعني، واحيانا حتى لدى الاطفال او الكبار بالسن، بس عمليا مجرد انه حدا شي مره بحس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له اطباء القلبيه انه ما في شيء قلبي عنده عضوي العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبه للمرضى احيانا بدون دواء مجرد تدريبات سلوكيه كافيه للتخلص من نوبه الهلاء لانه عدم علاج نوبه الهلاء سوف يسبب عطاله بحياه المريض وغالبا ما يقود الى الاكتئاب احنا انا غالبا ما يحضر عندنا المريض على العياده يكون بعد شهور من المعاناه ودخل احيانا باكتئاب وادى الى مثلا تاثيرات سلبيه على حياته على عمله احيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبه بسبب الخوف منه تحدث له بمكان ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي لانه دائما يعتقد انه هاي النوبه ممكن تصير فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى باي لحظه بدون ان يعرف انه هذه الحاله هي نوبات الهلع او البنك اتاك هي حاله احد اضطرابات القلق القابل للعلاج وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال اسابيع قليله من خلال مراجعته للطبيب النفسي